عسلامة. باش نعمل باش نحكي في فيديو هذايا على حاجة. ما قبل ما نبدأ نحكي حبيت نوصي أي واحد يتفرج في الفيديو هذايا باش يعمل له باش يبارتاجيه، على خاطر الكلام اللي باش يتقال فيه مهم برشا. وأنا علاش حبكم تبارتاجيوه؟ على خاطر الكلام نحبه يوصل للسي يوسف صديق اللي نحبه يجاوبني على الفيديو هذايا، وإن شاء الله يطلع شجاع ويتكلم بكل صراحة. بون نسمعوا واش باش يحكي. فهمت الشعب وانا مشيت على نفسي. شوف خلينا نصارحوا اهلنا اللي يسمعوا فيه. انا كان نحب نجي للتحليل دون هذا ونحب نولي نقول برشا حاجات. نعطي كانت اشاره للمثقفين اللي يسمعوا فيه. نجم نحكي بطلاقه على الارضيه الماسونيه نتاع الحكم والمؤقت. شكون باش يفهمني ولواه؟ ونجم نحكي على علاش السيد اللي نحترمه ونحبه اليوم الصبح. بون نعاودوها باش تثبتوا فيها مليح. نعطي كانت اشاره للمثقفين اللي يسمعوا فيه. نجم نحكي بطلاقه على الارضيه الماسونيه نتاع الحكم والمؤقت. شكون باش يفهمني ولواه؟ يا سي يوسف صديق، بون صحيح انت قلت المثقفين واشاره المثقفين فيهم برشا راهو ما يعرفوش شنو هي لا فرماسونغي والارضيه الماسونيه اللي تحكي عليها. برشا حكينا معاهم ما حبوش يدخلوا في الموضوع، خاطر بالنسبه ليهم تيوري دو كونسبيراسيون وموضوع حكايه فارغه. فما اولاد توانسة عاملين دي جروب، فما لا فرماسونغي سو كو لي تونيزيان دواف سافوار، فما زاد جروب هذايا مع اللي نكتشف الحقائق الخفيه زاد يحكي على برشا حاجات في الفرماسونغي. في الجروب تاع سو كو لي تونيزيان دواف سافوار تكتبت برشا حاجات باهيه. مثلا نجم نقول لك مثلا شوية بارانتيز صغيرة، مثلا بعد ذلك أن لابغوس كان عضوا فاعلا في الشرق الأعظم الذي تخلى عنه بعد حبسه، وعندما خرج من السجن وجد ملجأ له في تونس حيث عين في الأمانة التونسية للتربية الوطنية. بون بيان سور هذا بعد الاستقلال، دونك شكون اللي جابه بعد الاستقلال؟ بورقيبه. علاش يجيب لنا انفورماسيون؟ وبوصفه رئيسا سابقا للجنة العلمنة في الشرق الأعظم. الشرق الأعظم يعني بون بالنسبة لي ما يعرفوش هو لو غران توريون، اللي هو تنجم تقول النادي اللي يضم لي فرماسون في فرنسا. وكان اسمه بون كان يكتب سواء في الكتبات نتاعو ولا في المقالات نتاعو سو زانون يعني كاشي برنار ميغرين، ما هو اسمه لابروس. لابروس هذا جابه بورقيبه حطه في وزاره التربيه باش يعلم من تونس. بون حبيت نقول لك اون بارونتيز صغيره، مي التوانسه فما برشا منهم يعرفوا لا فرماسونغي، وفما دي فيديو داروا برشا في الفيسبوك، وناس شافت ذا ارايفلز لي زاريفي القادمون شافوها، وبرشا ناس في تونس تغيرت فكرتهم في سياسة العالم على سياسة العالم وكل شيء كي شافوا كي تعلموا لا فرماسونغي. حاب نرجع لك ليك انت توا. الموضوع مش موضوع الفرماسونغي، موضوع الكلام اللي تقول فيه انت الخطير، اللي فما ارضيه ماسونيه للحكومه جديده. عندكش الشجاعه تطلع تقول شكون الماسوني في الحكومه الجديده؟ فوالا لا فرماسونغي في فرنسا برشا عباد تطلع تقول انا ماسوني، مي جينيرالمون 80 90% منهم يغارد لو سيكري. اما انت الا كان تحب تونس، إذا كان الشباب اللي عرض صدره للكرتوش وانت فرحان به برشا، وفي فرنسا سيرمون راك هزز راسك عالي برشا برشا على خاطر الفرنسيس يغزروا لك
كما شافوا جدادهم في الريفوليسيون فرونسيز. انت تحب تساهم مع التوانسه اللي عملوا الثوره، وبوسك حكيت بكلام يعني يدل اللي انت ضد الماسونيه، انتي ماسون. دونك اسكو انت عندك الشجاعه تقول شكونهم لي ماسون اللي في الحكومه التونسيه؟ وكان عندك زاد الشجاعه تزيد تكشف لنا شكون لي ماسون اللي في تونس، فهمني؟ ان شاء الله يوصل لك كلامي. مع اني بقى مستغرب لا محاله من حاجه كيفاش يعني تحكي على الفرماسونري بالطريقه هذيا، الوغ كو سلاحها هو العلمانيه وانت علماني. يعني بون ديما يجيوك لي فرونسي في لي فيديو، ولا شفناك في لي شان ولا حاجه، ديما اي حاجه على الاسلام يجيوك ليك انت تقول، فهمتني؟ دونك سلاحهم لا لايشيتي، وانت تتبنى السلاح نتاعهم ما ترفضهم هما. مش مشكل، المهم نتمنى تكون عندك الشجاعه وتطلع تقول لنا شكون الماسوني في الحكومه التونسيه، على خاطر سي غراف. وان شاء الله تسمعني يا سي يوسف. السلام عليكم. بالله قبل ما نكمل السلام عليكم، بارتاجي سيت فيديو على خاطر نحبها توصلوا، نحب برشا توانسه يتفرجوا فيها، واللي يعرف يشوف، اللي يعرفوا يوصلها له. طبعا نحاولوا نحطوها في الجروب نتاعه. ان شاء الله يجاوبنا، وان شاء الله يعطينا شكون الماسوني في الحكومه التونسيه. وماشي عليكم كي تبارتاجيوها، والسلام عليكم.